السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو التتمة ديال الكور ديالنا ديال الانفورماتيك دو جيسو فيما يتعلق بالشابيتر ديال الاكسل. كما كتلاحظوا في الفي جوج نورمالمون، يعني في الفيديو الثاني كنا خدمنا مجموعة ديال لي فونكسيون بينو ماكس مين مويا اي بي ام بي بوان سي اكسيتيرا، عطينا لا شكليقو درنا براتيك ديالهم. في الفي 3 كنا خدمنا جوج تاع لي فونكسيون مهمين بزاف، لي ما فونكسيون دو ريشيرش هوريزونتال فيرتيكال. دابا ان شاء الله في هاد لا سيونس غادي نحاول نخدم على هاد لي زيلمون اللي كيكونوا هنايا باش نعرفوا علاش كيليقوا. بطبيعة الحال مع الفيديو الاولاني ديجا كنعطيكم واحد ليماج، واحد التصويره فيها كل بلاصه من هادو اشنو كيتسمى ولا لا يش كيليقوا. المهم غادي ندير واحد القضيه، بطبيعة الحال غادي نبداو بطبيعة الحال من هنايا. دونك كيف ما كتلاحظوا هذه كتكون بيان سور عندها علاقه بالنوع ديال الخط، وهنا لاطاي ديال الخط. هنايا مثلا باغ اكزومبل غادي نكتبوا شي سميه، مثلا نكتبو محمد. دونك فاش كتجي لهنايا كتكليكي كتبدا كتكبر، لا ميم شوز هنا. يعني الا ما بديتش مثلا تتحدد النوع ديال الخط، مثلا دي زيليمون بساط ماشي شي حاجه، هنا مثلا كتجي كتحدد لا طاي، اولا كتكتب شي طاي مثلا من عندك شي سويت. بالنسبه لهنايا لا طاي كنختار واش الكتبه واش كغا ايطاليك ولا بينا نديرو ليه سوليني، بينا نسطرو عليها. دونك هادو مسائل عادية. بالنسبة لهادي عقلوا على كاين هنا جوج ديال الحوايج فيهم لي كولور. هاد الاولى كتعلق باللون ديال السيلول، شنو هو السيلول؟ هو هاد الخانة. مثلا نتوما جيت هنا هاي ولات بالصفر، داكو جيت هنا مثلا غادي ندير لون اخر. دونك هاد الاولى هادي كتلول ليا السيلول، باغ كونطخ هاد التانية كتلول ليا الكتبة. دونك هي محمد مثلا ولات بالحمر. نورمالمون هاد البلاصه هادي عندها علاقه كل بما يسمى بالبوردور. شنو هو البوردور؟ هو داك الكادر اللي كيدور على الكتبه ولا على مجموعه ديال الحوايج. مثلا شوفوا معايا هنايا عندي ربعه ديال الخانات، غادي نجي هنا وغندير تو لي بوردور، يعني كلهم خاصهم يولي فيهم الخط، يعني بحال كنسطر. هانتوما كما كتلاحظوا او ميم طون عاوتاني الا بغيت انا غير جناب هما اللي يكونوا مسطرين، الوسط لا، فكن سيليكسيوني ضروري وكنجي لهنايا وكنختار هاي بوردور اي بي سي اون كادري. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا يعني الكادر دار غير على هادشي اللي هنايا في الجناب. داكو بالنسبه لواحد المساله كاينه هنايا، دونك مثلا نصغر حنا الخط باش تبان لكم. لاحظوا معايا شنو جرى هنا، الكتبه تعزلات الفوق، مي الا جيت كليكيت على هادي كتهبط لتحت. يعني مثلا الا كان عندك واحد التكست كبير وما عرفتيش الكتابه فين تحطها، واش الوسط ولا الفوق، كتجي انت ما كتسيليكسيوني وكتجي لهنا. انت هنا غتولي الوسط، ملي كنكليكي هنا كتطلع الفوق، هنا او ميم طون الجناب، داكوغ الجناب الوسط اولا على اليسار. دونك هادشي عنده علاقه فقط بالخط اولا لي نيميرو ولا اي حاجه، يعني ماشي ما عندناش مشكل. دونك نحيدو هادشي طبيعه الحال. مثلا بغيت نرجع داكشي كيف كان طبيعه الحال، دونك ندير كونترول سي كونترول في كونترول في. الوغ كاينه واحد المساله، هو مثلا هنا كتكون عندك واحد السميه، داكو اولا ديك السميه بغيتي تشاركها ما بين هاد جوج تاع لي سيلول، كتجي هنا كدير فيزيوني اي سونتري. مثلا باش نعاود نشرح لكم، غادي نجي هنا غادي نكتب فاكتور، مثلا فاكتور دو لونتربريز. طون هذا الخطا، فاكتور دو لونتربريز. شوفوا معايا هنا الاخوه الكتبه كيفاش دايره. باغ كونتر دابا انا هاد الكتبه هادي بغيت نسطر، بغيت ندور عليها واحد الكادر. نورمالمون الكتبه هاد البلاصه هادي بعدا كما كنلاحظوا لها علاقه بالكتبه، حتى انا الكتبه اللي كتبت راه بادي من هاد السيلو، هاد السيلو هو الديت سعود. مثلا نجي ندي سعود وندير بحال هكا، شوفوا شنو كيعطيني، يعني كي غير النص. بغيت مثلا نسطر عليهم بجوج، واش نجي ندير بحال هكا مثلا مزيانه. مي المشكل اللي غادي نطيح فيه هو بما انهم كاينين جوج تاع لي سيلول او شي واحد جا كليك هنا فالكتبه كتمشي. الحل شنو هو؟ كتجي كتسيليكسيوني عليهم بجوج او ثلاثه او اربعه وكتجي لدي فيزيوني اي سونتري. هانتوما لاحظوا يعني بحال ان هاد الخانه هادي توسعات، يعني هادو كاملين ولاو سيلول واحد. دونك دابا تقدر تكتب فين ما بغيتي. هانتوما شوف شتي، وما ماشي سيلول كتدخل في سيلول، دونك الكتبه كتبقى في سيلول واحد وميطون كيتشاركوا بيناتهم. دابا نقدروا نسطروا بحال هكا،
Alors, هاد العملية كتسمى فيزيوني اي سونتري. سي بون. كاينه مسألة أخرى. لنفترض أننا خدامين في هاد الطابلو إكسل طبيعة الحال، ولكن بغيت نكتب هنا دي فالور، مثلا دي بري. دونك باغ اكزومبل غنديرو هنا ارتيكل، هنا غنديرو بري، ولا غنكتبو هنا برودوي مثلا. باغ اكزومبل عندي برودوي A، برودوي بي، برودوي سي، برودوي دي. داكور، هنا بيان سور خصنا نقادو هادشي نصايبو على شكل طابلو. دونك ملي كنبغي نصايبو الطابلو كنمشيو لهادي لي بوردور، كنختار هادي توت لي بوردور. الاخر مثلا نديرو توتال. نورمالمون لي بخي لي كنخدمو بيهم حنا في المغرب فهما بالدرهم. مثلا غنجي ندير هنا 50، نجي ندير هنا 30، نجي ندير هنا 40، ولكن هنا خاصها تبان. كيفاش خاصها تبان؟ مثلا 50 درهم، يعني داك السامبول ديال الدرهم خاصو يبان. كيف غادي نبينو السامبول ديال الدرهم؟ سهلة. دونك ولاحظوا هاد القضية، انا دابا خدام في داكشي اللي كيوفر ليا لاكوي. شنو غنجي غنكليكي هنايا وغنمشي لهاد البلاصة هادي، هاد الرمز هذا، شفتو شنو كيتسمى؟ فورما نومبر كونتابيليتي. كنكليكي عليها وكندير اوتر فورما دو كونتابيليتي. كيقول لي داكشي اللي انت باغي تكتب تما، اولا الرمز اللي بغيتي يخرج لك هنا واش ستوندار، واش حاجة، واش عنده علاقة بواحد النومبر، واش يونيتي مونيتير، كونتابيليتي، دات، واش هو عبارة على اور، فراكسيون، اكسيتيرا. طبيعة الحال حنا هذاك الشيء اللي بغينا نكتبه عنده علاقة بواحد لينيتي مونيتير. نديرو كونتابيليتي باش نشرح لكم. نورمالمون حنا باش كنتعاملو في المغرب كنتعاملو بالدرهم، دونك ام ادي. داكور، نديرو اونتري وغنجي هنا غادي نجلسي. دونك شوفوا معايا، الا كتبت 50 درس اوكي، شوفوا شنو كطلع. 50.00، 30، حطوا معايا 40. دونك ماشي في الابناك وفي لي فاكتور كتلقى ديما فيرغول 00، دونك راه هي عباره على فونكسيون. هنا 20، سي بو. كاين واحد المساله، هو الا ما بغيتش انا هاد الزيروات هادو شنو كان عندك، او لو بغيت نزيد من عدد الزيروات، شوفوا شنو غندير. هاي 50 غتبقى، غادي نجي عاوتاني نفس البلاصه وغندير اوتر فورما. هاد المره غنمشي للمونيتير، وهنا كيحدد لي، شوفوا نومبر دو ديسيمال. شنو هو النومبر دو ديسيمال؟ هو الاعداد اللي بغيت يكون ورا الفاصله. مثلا شريتي شي ارتيكل ب 50 درهم فاصله 120، ولا عندك مثلا واحد ربعه الاعداد ورا الفاصل، بحال داكشي ديال البورصه. ففي البورصه كتلقى كل عدد مثلا الدولار كيساوي مثلا 9 دراهم فاصله ربعه الاعداد ورا الفاصله. كيفاش كيديروا ليها؟ ها كيفاش. دونك هنا كتحدد شحال اعداد الفاصله عندك. دونك هاني درت اونتري اوكي وكنكمل. لاحظتوا؟ دونك عندي ربعه الاعداد ورا فاصله. مثلا نجي هنا نكتب 20، دونك هنايا نكتب 23.2547. لاحظتوا؟ نفترض بغيت نكتب اكثر، دونك 50.1235. شو انا نورمالمون شحال كتبت؟ راه كتبت 1 2 3 4، خمسه الارقام. مي فاش كندير اونتري كيطلعوا لي اربعه الارقام. علاش؟ حيت انا مني كنت كنحدد هنا، حدد ليهم انهم خاصهم يعطيوني اربعه الاعداد ورا فاصله. وهاد الاعداد عباره، ولا هادو عباره على دي زونيتي مونيتير. دونك كيما قلت لكم راه كاين بزاف ديال الحوايج. هاي اوتر فورما دو كونتابيليتي، كتختار مونيتير كونتابيليتي. الا بغيتي مثلا داكشي يكون عنده علاقه بلا دات لور بورسونتاج، طبيعة الحال كيفاش بورسونتاج؟ هانتوما شوفوا معايا، مثلا نجيو لهاد البلاصة ندير مثلا، بغيت مثلا هاد البلاصة تكون 3.5%. داكوغ، عطاتني هنا 3.50، حتى الخانات عندهم علاقة بهادي. دونك نحيد هادشي. دونك نجي لفو أخرى، باغدون. دونك تابعو معايا، كنختار السيولي اللي بغيت أنا نخدم عليه. كنجي لهنايا ولا هنا بحال بحال. المهم حنا نمشيو لهنا، غنمشيو لاوتر فورما دو كونتابيليتي، فين غنمشيو للبورسونتاج. هنا كيقول لك شحال ديال الارقام بغيت يكونوا ورا داك البورسونتاج. مثلا غادي نختاروا حنايا فقط 3 ديال الاعداد، ولا غير 4 ديال الاعداد ورا الفاصله. اوكي، فغنجي نكتب هنا 5. لاحظوا شتو؟ غير كنكتب 5 كطلع راسها 5.4 زيروات ورا الفاصله. نمشيو نجي هاد 5 مثلا، نكتب 6.4745. شوف شحال العدد دور الفاصلة، 6 الأعداد. مي فاش غندير أونتخي شحال غيعطيني؟ دونك ديما كياخد جميع الأرقام، أو أوميم طون كيحاول يكاردي لي ربعة الأعداد ورا الفاصلة.
بورسونتاج ماشي انا اللي درته من الكلافي مي من هاد لا فونكسيون اللي عاود كيف درنا كتجي كتختار الخانه اللي انت بغيتي تخدم عليها اللي كتسمى سيلول كتمشي لوتر فورما دو كونطابيليتي كتمشي للبورسونتاج كتحدد شحال من الرقم كدير اوكي صافي نجي هنا نديرو 10 ها هي 10.00 نورمالمون الا درت هنا 12 ما طلع ليا والو علاش حيت هاد البورسونتاج عنده علاقه بهادي بيجي يكون عنده علاقه بشي بلاصه اخرى كنزيد كنهبط هك هاد اللعبه كتسمى جليسي دونك هنا نديرو مثلا 12 اي انسي دو سويت عندو مثلا الزيروات وغالية دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للبارتي ديال لاكوي طبعا الحال غنشوف حاجة أخرى اللي هي الميزون فورم كونديسيونيل وخا ديجا كنا هضرنا عليها شنو هي الميزون فورم كونديسيونيل مثلا عندنا واحد الطابلو نمشيو لهاد الطابلو ديالنا نيت نرجع لي كولور كيف كانوا دونك حيت هنايا كنا خدمنا بدي فونكسيون داكشي علاش ما بغاتش تطلع لينا مي غادي نيفاسي هذيك لا فونكسيون ميزون فورم كونديسيونيل المهم هنا عندنا بزاف ديال الاعداد داكور هاد الاعداد كاين فيهم الصغير كاين الكبير اكسيتيرا شنو بغيت انا بغيت واحد نحدد واحد ديستريبيسيون كيفاش هو بغيت نعرف التمركز ديال الاعداد اللي صغر من 10 مثلا شنو كندير كنسيليكسيوني على هاد الطابلو كنجي لهنا الاخوان ميزون فورم كونديسيونيل دونك كنجي مثلا الاولى كيعطيني داكشي اللي بغيت انا واش بغيت يكون سيبيريور ا انفيريور ا اونتر ايغال شنو قلت لكم انا بغيت الاعداد اللي صغار من 10 دونك نديرو انفيريور ا كيعطينا الطابلو انفيريور شحال 10 و ميم طو كنحدد لي الكولور اللي بغيت يكون عليه دونك مثلا نديرو جون اوكي دونك شكون هما الاعداد اللي تلونوا 7 وناقص 5 و 3 هما الاعداد اللي صغار من 10 سي بون نسيليكسيوني عاوتاني ونشوف حاجه اخرى هاد المرة طبيعي بغيت طبيعي الحال عدد اللي انفيريور شحال مثلا 50 طبيعي الحال كلشي هنا صغر من 50 بغيت الاعداد اللي صغر مثلا من ندير مثلا 50 ونحطو الكولور اوكي شوفوا شنو عطاتني الاعداد اللي بالصفر اولا اللي الخانات ديالها مصبوغين بالصفر هما اللي صغر من 50 دونك هاد الميزون فورم كونديسيونيل بحال كتحدد لي التمركز ديال واحد الحاجه انا باغيها مثلا بغيت الاعداد اللي كبر نبدلو المره كبر من شحال كبر من 100 ونديرها بشي لو اخر ندير مثلا فيرت اوكي دونك لاحظوا معايا الصفر هما اللي صغر من 50 والخضر هما اللي كبر مثلا من 100 سي بون دونك الميزون فورم كونديسيون هو كنقدر نخدم بزاف ديال الحوايج واحده طبيعه الحال ميتر سو فورم دو طابلو هنا كيعطيك الشكل ديال الطابلو كيفاش بغيتي مثلا هاد الطابلو نيت الا جينا درنا ليه بحال هكا دونك لاحظوا كيعطينا لي كولون كولون 1 كولون 2 دونك ماشي شي حاجه غير الطابلو كيفاش ممكن تخدم عليه وصافي دونك هادي غادي نقدروا نشوفوها مثلا في لانسيرسيون اللي هي لونجل الثاني لانسيرسيون طبيعه الحال مهم بزاف باش مهم اكثر حاجه مهمه فيه هما لي غراف سيرتو الناس مثلا اللي كيخدموا في ليكونومي او لا جيستيون كيحتاجوا لي غراف كيفاش كيحتاجوا لي غراف غندير واحد المثال انا غادي نطابيو ديك الساعه غنديرو بريزونطاسيون ديال الجرافيك الوغ واحد الملاحظه ديجا كنت قلتها الاخوان في الفيديو اللي قبل هو الحروف ولا الكتابات يعني الكتبه ماشي ارقام دونك كنديو على الحروف والكلمات ملي كتكتبهم في الاكسل كيمشيو على اليسار باغ كونطخ الاعداد كيمشيو على اليمين حنا باش ميبقاش عندنا الديكالاج غنسيليكسيوني بحال هكا ونمشي هنا وندير الوسط يعني كلشي بغيت يكون الوسط المهم هذا طابلو هنا عندي جوج تاع لي فاريبل اكس و ايكغيك فاش اكس كتكون واحد ايكغيك كتولي 10 فاش اكس كتكون جوج ايكغيك كتكون 18 دونك هاد الطابلو هذا بينا نديرو واحد الغراف تمثيل مبياني نمشيو مثلا انسيرسيون هنا كنمشي من هنا كيعطيني الشكل ديال لي غراف اللي انا نبغي نخدم عليهم واش بغينا نخدمو على كولون لين سيكتور بار اير هذا بوحدو نيواج دو بوان اولا دي زوتر غرافيك نمشيو مثلا حنا لهاد الكولوم ما غاديش نخدمو به نمشيو مثلا لين نختار مثلا النوع الاول الوغ اول حاجه نسيليكسيوني على الطابلو نمشيو لين
نختار الاول. لاحظوا معايا شنو عطاتني، عطاني تمثيل ميبياني. طبيعة الحال الطابلو انا ما درتش ليه العنوان، نقدر نجي مثلا نكليك على هنا النوع ديال الطابلو. دونك لاحظوا معايا، فهنا كيعطيني القيم ديال لي زيكس والقيم ديال لي زيكريك. طبيعة الحال هانتوما لي زيكريك ها لي زيكس، وهنا عطاني القيم تاع لي زيكس وميطو مع القيم ديال إيكغيك. هنا اللي بغيت نبدل الشكل ديال الكغاف، دونك منين كيتبدل الكغاف الوغ نعاود. لاحظوا معايا، دونك لاحظوا شنو درت، سيليكسيونيت على الكغاف على الطابلو، هانتوما كنسيليكسيوني الطابلو كله وكنمشي للانسيرسيون، كنمشي لهاد الاشكال اللي كاينين هنايا. الاشكال طبيعي الحال عندهم العلاقه بالشكل ديال الكغاف حنا اللي بغينا نديرو. اختارينا مثلا ديال ليلين، اختاروا مثلا الشكل الاول، كيعطيني واحد النوع معين ديال واحد الكغاف. و الا بغيت نشونجي مثلا الكغاف فكنجي غير لهنايا وكنختار الاشكال اللي بغيت، مثلا بغيت هاد الشكل اولا بغيت هنا اولا بغيت هذا. نجيو مثلا هنايا كما كتلاحظوا عندي محور الافاصيل محور الاناتي لاكس، وهذا التيتخ ديال هاد لاكس. مثلا هنايا كنقدر نشونجي هاد التيتخ دو لاكس انتما، نمسحها ونكتب فيها اي حاجه، يعني شنو هو هاد المنحنى اللي كاين هنايا، اون طون اشنو هو هاد المنحنى اللي كاين هنايا. انسي دو سويت. نورمالمون الى لاحظتوا معايا واحد الملاحظه، شوفوا معايا مزيان ليكرو، فملي كنجي كنكليكي وسط الطابلو كيطلعوا لي هنا واحد ثلاثه اللي كتسمى اوتيل دو غرافيك. اشنو فيهم؟ فيهم الميز اون فورم، يعني الكتابه اللي بغيتي نتحكموا فيها، فيها ديسبوزيسيون. ديسبوزيسيون يعني عنده علاقه بهذا الشيء. مثلا هاد ديسبوزيسيون شوفوا شنو غادي يجرى، غادي نجي لهنايا دونك اتيكيت دو دوني. لاحظوا معايا شنو كنقصد باتيكيت دو دوني، ف انتوما مثلا هاد القيمه هادي باينه عندها علاقه بثلاثه. نورمالمون في الطابلو شنو ثلاثه شنو كيقابلوا 24، ولكن واش في هاد المنحنى هنا تقدر تعرف بان هادي 24؟ ماشي تجيب المسطره وتبدا تقيس، نو. شنو كدير؟ كتسيليكسيوني على الطاب على الكراف بحال هكا بيان سور. هانتوما نعاود نكليكي برا، شوفوا دابا الفوق شنو ما كاين والو، مي ملي كنجي نسيليكسيوني الوسط كيتبدل، كاينه هاد ديسبوزيسيون كتمشي لهادي ايتيكيت دو دوني، وكتختار لا فالور اللي انت عندك فيها مشكل فين بغيتها تافيشا. مثلا غادي نكتبو او دوسي. دونك لاحظوا معايا ها هما لي فالور طلعوا، فين طلعوا؟ طلعوا هنايا الفوق. مثلا نشونجيوها نديرو مثلا سونتر، شتي يعني كيقول لك بان هاد القيمه هادي راه هي الموافقه لا فالور 24، هادي الموافقه 40 50، وكاو ما كنتيش كتقدر تعرف دوك لي فالور. نشونجي مثلا هاد 50 وندير 49، شوفوا واش غندير اونتري، شوفوا واش تبدل هنا. وي ها هي تبدلات، يعني هاد الكافر اوتوماتيكمون عنده علاقه بهذا. هنا مثلا نديرو 74 اكسيتيرا. دونك كيما كتلاحظي كنكليكي على هنايا كيطلع ليا اوتيل دو غرافيك، يعني او تعطيك شي سؤال كيفاش تقدر تشونجي في هذاك الكراف، كتمشي اوتيل دو غرافيك، كتمشي لديسبوزيسيون وكتختار. عندك مثلا تيتخ دو غرافيك، مثلا ها هو بينا نعطيه واحد تيتخ، المهم حنا ما همناش هاد التيتر. بغينا مثلا نمشيو للتيتر تاع لي زاكس. طيب الحال لاكس اوريزونتال ولا فيرتيكال، لاكس هو طبيعة الحال المحور كما كنقولو الافاصير والاراتيب. كنختار بغيت نعطيه مثلا شي تيتر فيرتيكال، كو هنا بغيت نكتب واحد العنوان، كو راه هاد المنحنى ولا هاد لاكس هذا راه عنده علاقة بشي حاجة. طيب الحال من غير شوفو لي جنت، هذا عنده علاقة بلي دوني، كيفاش ممكن يتبريزونطو. مثلا ملي كنكليكي هنا كيعطيني لي دوني تحت، كو هذا الشيء اللي ملون بالزرق هو عنده علاقه باكس، وهذا الشيء اللي الفوق هو عنده علاقه بايكغيك. يعني التيتر كيما قلنا دو غرافيك، ايتيكي دو دوني هضرنا عليها كتعطينا لي فالور، افيش طابلو دي دوني. طب الحال هاد الطابلو اللي انا خدام عليه بغيتو يكون لتحت، دونك كل شيء فين كاين؟ كاين في الديسبوزيسيون. وطب الحال الديسبوزيسيون كتنقسم لجوج حوايج هما اللي مهمين، ايتيكيت يعني بحال شي تيكيتا كتلصقها، وكاين لي زاكس. هاد لي زاكس هو اللي كيقول لك داك لاكس اوريزونتال شنو بغيتي دير فيه، ولا لاكس فيرتيكال شنو بغيتي دير فيه. من بعد كاين الكادغياج، دونك الكادغياج ماشي شي حاجة باش نشرح لكم الاشكاليات. دونك الكادغياج سكوندير هو ديال داك لاغيغ بلون ديال داك الكراف، يعني بحال كيف كنقولوا مثلا هنا عاوتاني كادغياج برينسيبال
بحال كنقسمو كان باش يبقى على بحال شكل الخطوط، يعني بحال هاد المنحنى دايرينه في ورقة باش يكون عندنا دي فالور اكزاكت، سينو نقدروا نحيدوهم عندما نديرو بهم. الو هادشي اللي كان كيما قلت لكم كاينين جوج ديال الحوايج، كاين لي تيكيت ولاكس. هادشي بالنسبة للكاف، هذا فقط غير نوع ما بين الانواع ديال لي كاف اللي ممكن نخدمو عليهم. مثلا غادي نشونجي انا هاد لي فالور ديال اكس، لاحظوا معايا ما بقى والو داكوغ. هانتوما هذا مثلا نقدر نحيدو، دونك هانتوما هنا عندي لي فالور ديال لاكس اوريزونتال لاكس فيرتيكال. كيفاش حيدت انا لي فالور؟ بقاو عندي لي فالور ديال ايكغيك، مي مع ذلك بقاو هاد الاعداد، حنت بحال كاينه واحد سانكرونيزاسيون، كاين واحد العلاقه بين لي فالور ديال اكس ولي فالور ديال ايكغيك. فاش كتكون اكس واحد ايكغيك مثلا كتكون 10 اي انسي دو سويت. لاحظوا معايا الاخوان هاد الطابلو، كو عندي فيه لو نو وعندي لاج، يعني عندي هنا مجموعه ديال الاشخاص وهذا العمر ديالهم. هادشي بغيت ندير لي بريزونطاسيون غرافيك، دونك كنسيليكسيون على الطابلو كنمشي للانسيرسيون. طبيعة الحال الغراف باش كنعرف اش من غراف غنخدم به، النوعيه ديال لي دوني هما اللي كي يبينوا ليا اش من غراف نقدر نخدم عليه. مثلا فاش كنكليكي هنا بالجنب كيعطيني كاع لي غراف، دونك جميع الانواع ديال لي غراف، وانا كنخصني نختار اش من غراف مناسبني على حسب هاد لي دوني. طبيعة الحال الغراف اللي غادي يناسبني مثلا فغادي نختارو هذا، نديرو اوكي. الو كما كتلاحظوا ها هو الجراف ديالنا، شنو فيه لاج؟ طبيعة الحال حنا عندنا اللي نوع عندنا لاج، دونك محمد 25 علي 23 انس اكسيتيرا. كما قلت لكم بغيت نشونجي انا في هاد الجراف هذا، باغ اكزومبل هنا غادي نحيد هاد 25 مثلا، غادي نديرو 25.3، ما كاينش 25.3 دونك مرة فاصله 3 شهور، هذا غير مثال. هنا مثلا غندير 22.7 كما قلت لكم اي مثال باش نبين واحد القضيه. لاحظوا معي نفترض ان الطابلو الاخوان ما عنديش، عندي غير الغراف. شوفوا هاد لا فالور مثلا، هادي ما عارفش انا واش هي 25 واش هي 24 اشنا هي بالضبط. شنو الحل اللي غادي ندير؟ هو كما قلت لكم كنكليكي وسط الطابلو وكيطلع لي هنا اوتيل دو غرافيك، فغنمشي لديسبوزيسيون وغنمشي لايتيكيت، فخصني نلصق واحد التيكيت خصني نعرف شنو هي الفالو. دونك ايتيكيت دي دوني ندير مثلا سونتر، هاي يعني هاد الطول هذا راه الطول ديالو 25.3، هاد العمود الطول ديالو هو 23 22.4 اكسيتيرا، سي بون. هنا بيان سور غادي نحيد هاد لاج. نورمالمون انا المنحنى ديال الافاصيل عنده علاقه بلينو، كيفاش غندير؟ غنمشي عاوتاني ايتيكيت دي دوني وغنمشي لهادي تيتر دي زاكس. طيب الحال لاكس اوريزونتال خصنا نعطيو السمية ديالو، فحنا خدامين هنا على لينو اي، وهاد البلاصة عندها علاقة بلاج، فغنمشي عاوتاني تيتر دي زاكس فيرتيكال. وهنايا كيقول لك كيفاش بغيتيه يكون، مثلا حنا بغينا يكون فيرتيكال يعني عمودي، فغادي نكتب لاج بيان سور خصني نكبر الطابلو واحد شوية باش يكون عندي اسباس. نجي لهاد ا وغادي نكتب لاش. لاحظوا معايا لاج كيفاش تكتبات. ممكن انا هاد الشكل ما عجبنيش، شنو غندير؟ سيبريمي او باردون، وغادي نمشي عاوتاني تيتر دي زاكس فيرتيكال ونختار مثلا تيتر اوريزونتال ونكتب لاش بحال هكا. هنا بيان سور عندي الحق نقدر نشونجي لي كولور، ما عنديش مشكل، نقدر مثلا نختار هذا الشكل، نختار فهمتي بزاف ديال الاشكال. وكما قلت لكم كل نوعيه ديال الجراف كيحددها ليا لي دوني، هما اللي كيحددوا ليا. نورمالمون كاينه عمليه اخرى من غير هادشي. طيب الحال فاش كنكليكي هنا كاين في ديسبوزيسيون، نمشي مثلا للميزون فورم. شنو هاد الميزون فورم؟ عندها علاقه فقط كما قلت لكم بالكتابه. هانتوما فاش كنكليكي هنايا، هنا كيتكليك عليا مثلا داك الجراف ديالو كله كيتكادرا. مثلا بغيت نبدل كما كتلاحظوا، دونك كما قلنا ديسبوزيسيون عندها فيها جوج، كاين ايتيكيت وكاين لاكس، يعني كيفاش كتقدر تبين دوك لي فالور ديال الاعمده، وعندها لاكس يعني عندها علاقه بالعناوين تاع المحور الافاصيل ومحور الاراتيب. فاش كنمشي للميزون فورم يعني هو الفينيسيون كيف كيقولوا، عنده علاقه بالالوان، عنده علاقه بالشكل ديال الكتابه. مثلا
فاش كنمشي هنا لغومبليساج كما كتلاحظوا كلشي كيمكن يتبدل. كونتور دو فورم هذا عنده علاقة بالكادر اللي كيكون داير بالكتبة، اشمن لون بغيتي دير ليه. افي دو فورم مثلا تما كما كتلاحظوا، شوفوا يعني بحال ولا مثلا في بحال الشكل ديال الخيال انسي دو سويت. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للبارتي ديال لانسيرسيون. في البارتي ديال لي غراف نورمالمون كاين حاجة أخرى اللي هي الزون دو تكست. شنو هي هاد الزون دو تكست وكيفاش غادي تفهموها؟ كتلقاو الإخوان شي واحد مثلا مصايب شي فاكتورة في الإكسل ياك، وهذيك الفاكتوره كتلقى مثلا هنا كتبليك لادغيس اكسيتيرا لو نون بريدون نيميرو تيليفون. في الحقيقه هو راه ما كتبش في هذه الخانات. كيفاش دار؟ كيمشي لهاد زون دو تيكست، انتم شوفوا غنكليكي عليها شوفوا السوري كتولي شتو. فكنجي كنسيليكسيوني بحال هكا، يعني عندي الحق كنولي نكتب بحال هكا مثلا انتم فاكتور مثلا لو نون تاع لونتربريز نيميرو دو تيليفون حطو معايا. دونك داكشي العنوان اللي كيكون ديال الفاكتوره فيه السميه والكنيه راه ما كيتكتبش في سميتو، يعني هادي كتبقى كتحكم بها بحال هكا كتحركها فين ما بغيتي. مثلا مثلا نصيبو بحال مثال الفاكتوره ديالنا هي هنا فاكتور نو برينو نيميرو تيليفون. نعاود عاوتاني نمشي لانسيرسيون ياك، نمشي لزون دو تيكست، نعاود ندير مثلا السمية ديال لونتربريز ألفا مثلا نصغرو بالحال نقدر نتحكم بالخط. دونك لونتربريز ألفا هي هادي لا فاكتور ديالها. يابخي كنقدر نجي ديك الساعة نصايب الطابلو ديالي. دونك بما ان هادي عبارة على واحد لا فاكتور كيفاش نقدر نتحكم فيها؟ هو كنبدا كنصايب مثلا لا فاكتور اللي معروف هو شنو كيكون فيها، كيكون ارتيكل بي او بري اونيتير مونطون جلوبال داكو. ندير مثلا واحد المثال ديال الفاكتور باش تفهمو. عندي مثلا ارتيكل ا باردون A et radin de routine article B article C T E F et là radin de route total je vais total là c'est à dire cette sélection là. Donc le prix unitaire pardon un site web de non قبل من المونطون جلوبال كاين الكونتيتي حاجه مهمه. دونك لاحظوا معايا البري اونيتير مثلا هاد لارتيكل ا يعني هاد مول الحانوت عنده 5 دراهم، هادي مثلا 10 دراهم، تخيل 11 12 7 9 داكوغ. الكونتيتي 10 50 25 10 33 40 سي بون. المونطون جلوبال ماشي انا اللي غادي نحسبو، نورمال المونطون جلوبال شنو هو؟ هو البري في الكونتيتي. فهذا عبارة على فونكسيون، فغندير ايكال وغندير هادشي اللي هنا فوا هادشي اللي هنا. شفتو كيفاش درت؟ يعني داكشي اللي مكتوب هنا ما كنجيش نكتب ليه 5 فوا 10 نو. البلاصة اللي جات فيها 5 هي سي 7، وهنايا فاش جات 10 جات في دي 7 اونتخي. وكنجي كندير عملية ديال كليسي. دونك لاحظو خرج التوتال سي بون. الخارج الاخوان اللي بغيت انا يكون هنايا قبل ما نصايبو غادي نجي ندير بطبيعة الحال الصوم. الصوم ديالاش من هنا هنا ما عطانيش. علاش؟ حيت الصوم نسيت اهم حاجه هي ايكال. حيت كما قلت لكم الا ما درناش ايكال ما يمكن تخرج لنا حتى شي حاجه في الاكسل حتى لهنايا. داكور ندير واحد العمليه نشوف واش تصنق. كونتابيليتي ام اتي اوكي. لاحظوا معايا شنو درت؟ رجع اون اغير صيب التوتال هو الاول، لكن هاد التوتال عباره على فلوس الاخواني 1536 خاصها تبان. حيت باش نفرق مثلا هاد خمسه فلوس شنو غندير؟ غنجي لهنا وغنجي لهنا اوتر فورم وغنمشي للكونطابيليتي بلا ما ندير هاد مونيتير داكوغ. كونطابيليتي ندير هاد ناقص واحد نخلي ناقص جوج ونجي هنا ندير ام ادي باش تعطيني الدرهم وندير اوكي.
طب الحل الانجليزي باش هاد العملية خصها تعمم على هادشي كامل. باش انجليزي غتعطيني حتى هنا خمسة، فهنا غترول القضية. الحل اشنا هو؟ هو غادي نجي نحيد هاد خمسة ونجي نصايب لونيتي مونيتير هي الأولى، فورما كونتابيليتي ام اتي اونتري سي بون، نقدر نشونجو ما عندناش فيهم مشكل. هنا الكونتيتي غتبقى هي هي، حتى هنايا الاخوان ناقص ام تي ماشي مشكل. هنايا غادي نجي عاوتاني نحدد كل خارج عبارة على فلوس باش نبينو ام اتي اوكي ونسيليكسيونيها. هنا بطبيعة الحال خاصها تكون فونكسيون صوم منين من هنا حتى لهنا ونسدو القوس. الو البخي هنا قلنا 5 دراهم، هنا 10، هنا 12، هنا 13، غنقادو داكشي. هنا مثلا 20 درهم، هنا 15 درهم. الو علاش هنا كاين ايغور؟ نورمالمون هاد الاولى خرجت مزيان، دونك صافي هاهما تقادو. دونك 50 درهم، 500 درهم على شحال، 10 دراهم في 50 اكسيتيرا. كيما كتلاحظوا هنا فلوس خاصها تبان، هنا ماشي فلوس. دونك هاد لي كونتيتي دو سون دي كونتيتي، هنا لا فلوس. هنا طبيعي الحال ما نساش التوتال اونتخي، هاي خرجات. دونك التوتال ديال لا فاكتور اللي عندي هو 2240. كما كتلاحظوا فاكتور عادية، فيها الفاكتور نيميرو نو نيميرو دو تيليفون. اشنو ممكن ندير بالنسبه لهاد لا فاكتور؟ فهاد التوتال هذا ما جانيش بحال كيفمتي هنا، ما خصش يبقاو هاد الخانات. غادي نجي يعني بحال دابا كنبراتيكي كاع داكشي اللي شفنا قبيله، ندير فيزيوني اي سونتري. ها هي طلعت. دونك التوتال هو 2240.00 ام ادي يعني درهم. اشنو ممكن نابليكي عاوتاني؟ هنا كاين واحد العمليه الاخوان مهمه بزاف بزاف في الاكسل. نفترضوا دابا عندنا هاد لا فاكتور ياك، انا الاخوان بغيت التوتال يكون هنا هو 3000، الو بغيت يكون هو 2500 سي بون، بغيت التوتال يكون هو 2500، بحيث انني خاصني نشونجي واحد من هادو. شنو غادي ندير؟ ما غاديش نبقى نقمر حيت لا فاكتور يكونوا يقدروا يكونوا فيها بزاف ديال لي مونطون. كنمشي كنكليكي بعد هنا، كنمشي لدوني عقلوا عليها. دونك دابا دوزنا هضرنا على لاكوي، هضرنا على انسيرسيون، ميزون باج غنشوفوها من بعد كيما قلت لكم، فورماسيون من بعد. دابا غنمشيو لدوني، الدوني مهمه بزاف بزاف. فاش كنمشي لدوني غنكليكي هنايا وغادي نمشي لهادي اناليز دو سيناريو. المهم خلينا لا فاكتور باش نشرح لكم بالضبط اشنو ناوي ندير. هانتوما شوفوا معايا، عندي مثلا 10 11 7.7 5.5 13.2 17.3، دونك هادو اعداد سي بون. نجيو هنا نربطو لاكوي، نصبغو هادشي باش يبان. دونك التوتال شنو غادي يكون؟ دونك الصوم من هنا حتى لهنا اونتري، دونك عطاتني 64.7. انا ما مسلكنيش الاخوان هاد 64.7، بغيت انا التوتال يكون هو 70، بحيث انني نشونجي هاد 13.2 هي باش نبينها. بغيت نشونجي 13.2 نزيد طبيعة الحال فيها باش هنا تعطيني 70، بلا ما نجيب كالكولاتريس ونجي نحسب شحال خاص هنا على 70 داكشي اللي خاص نزيدو هنا. نو غنكليكي هنا وغادي نمشي كيما قلت لكم لدوني، وغنمشي لاناليز دو سيناريو، وغنمشي لفالور سيبل. عقلوا عليها فالور سيبل، كيقول لك سيلول ا ديفينير، كيفني البلاصه اللي بغيتي تبدل هي هادي. كيقول لك قول لي لا فالور اللي بغيتي تكون فيها، كنقول لي 70 مزيان. كيقول لك فين هي البلاصه اللي بغيتي تبدل، كتقول لي هادي وكدير اوكي. هاهي طلعت شو تبدلات الراسة. دونك ندير انيولي باش ترجع كيما كانت. نعاود كتكليكي هنا، كتمشي لدوني، كتمشي لاناليز دو سيناريو. باش تفهمو هاد اناليز دو سيناريو، هاد البلاصة ما بغيتهاش تولي فيها 64، شحال بغيت تولي فيها؟ بعدا اول حاجة كيقول لك سيلول ا ديفينيغ شكون هي البلاصة اللي بغيتي تبدل. فانا بغيت نبدل هاد البلاصة، شحال بغيتي يولي فيها؟ مثلا بغيت تولي فيها 85 مثلا، حنا دابا في رمضان ما مساليينش باش نبقى نحسب باش تولي هنا 85. بغيت نشونجي هاد 7.7، غادي نجي نقول لي بغيت نشونجي فين جات 7.7، بلا ما تقول لي فين جات، غير كليكي عليها بحال هكا وغادير اوكي. ها هي تشونجات راسها، ولات 28 وهنا 85. هاد العملية كتسمى فالور سيبل سي بون. حاجة أخرى فهاد باغمي الحوايج اللي زوينين فهاد البارتي ديال الدوني، هو هادو أعداد مثلا مخربقين من الصغير للكبير اكسيتيرا، بغيت ترتبهم من الصغير للكبير كان سيليكسيوني و
وكنمشي لهنا لتيري مثلا، وكنمشي لأ زيد، شتو يعني من الصغير للكبير. زيد أ كتعني من الكبير صافي، شتو كيتبدل داكشي الراس والخارج بقى هو هو، ما غاديش نقرب لهايا. أ زيد يعني 5.5 10 11 اكسيتيرا. مثلا عندي اسميات، عندي أحمد، عندي علي، عندي أنس، أمين. داكو، هنا بغيت نعرف شكون هي السمية الأولى اللي خاصها تسبق. شوف غير كتسيليكسيوني، كتكون طبيعي الحال كتمشي لدوني، كتمشي لهذه أ زيد، ها هي الراس كتقاد زيد أ، كيتقلبوا يعني من الكبير للصغير، يعني آخر سمية لأول سمية أ زيد، يعني كيمشيو بترتيب أ بي سي دي اكسيتيرا. كاين واحد الحاجة أخرى غادي تكون بزاف، هو تخيل معايا كيكون عندك بزاف النوامر ديال التليفونات. دونك أنا غادي نعطيك مثلا 20، نعطي مثال 10 20 12 كما كتلاحظوا، ها هما عندنا بزاف ديال الاعداد، وكاينين شي اعداد مضوبلين بحال مثلا النوامر ديال التليفونات ولا السميات. دوك اللي مضوبلين بغيتي تحيدهم اش كدير؟ كتسيليكسيوني وكتمشي لدوني عاوتاني، وكتمشي لهذه سي بريمي لو دوبلو، كتكليكي عليها كيقول لك واش انت خدام في كولون ا، كتقول لي اه، كتقول لي بغيت نسي بريمي بطبيعه الحال داكشي اللي دوبل، اوكي ها هما مشاو. كيقول لك راه ربعات لي فالور اون دوبل تروفي وحيدناهم، ورا بقاو لك 9 ديال لي فالور، لاحظتوا؟ ف لي فالور اللي كانوا مدوبلين مشاو. نعاود نرجع باش تبان لكم، هانتوما كانوا بزاف ديال لي فالور. باغمي لي فالور المدوبلين كاينه 20 معاوده، كاينه مثلا 20 معاوده، 25 معاوده، ف كتسيليكسيوني بحال هكا. دونك حيت بيان سور ناس كدوز مثلا ليكزام في لانفورماتيك كتقولي نسيليكسيوني، علاش؟ هادي كيتسمى بلاج كيما قلت لكم، من الفوق لتحت كيتسمى بلاج، كتمشي لدوني، كتمشي سيبريمي لي دو بلون، صافي كدير اوكي، وكيقول لك شحال حيد وشحال بقى. داكوغ، نرجع لهاد القضية هادي. دابا الاخوان كما كتلاحظوا حنايا مني بغيت انا مثلا هاد البلاصة تبدل، بدلت غير فالور وحده، مي الا بغيت هادشي كله يتبدل هنا تولي 100. هنا كنمشي لواحد الحاجه اللي كتمايك هنا سميتها السولفور. نورمالمون كاين اللي ما كيكونش عنده السولفور كيخصك حتى كتاكتيفي، منين كيتاكتيفا ف كتمشي لهنا كتكليك الفوق، عاود كليكيو، كتمشي اوبسيون اكسل، جو بونس كتمشي للبيرسوناليزي وي، او لا اوبسيون افونسي بلا تفكر، باردون كومبليمون، كتمشي كتكليكي على كومبليمون وكتمشي لهنايا، وهاي كومبليمون سولفر. نورمالمون كون ما كانش انا ما كانش هادي غتكون مكوشي عليها، حنا عندنا مكوشيه، دونك الا ما كانش مكوشيه كتكوشي عليها وكدير اوكي وكيدوز الراس وكتبقى واحد شويه كتسنى صافي كتطلع لك هنا سولفر. فين كطلع؟ كطلع في دوني. لاش كيليق هاد السولفر؟ شوفوا معايا غادي نجي نكليكيو على هاد سي سولفر. هاد السولفر كيقول لك سيليل اديفينيغ، يعني فين البلاصه اللي بغيتي تخدم عليها، هاهي لا فالور اللي بغيتي تكون فيها. فنجيو نديرو هنا فالور، شكون هي لا فالور اللي بغينا تكون؟ بغينا تكون 100. مزيان، شكون هما البلايص اللي بغينا نبدلو؟ بغينا نبدل من هنا حتى لهنا، داكو ريزولتر، ها هي تبدلات الشو. دونك كلشي تبدل، بدلو الفاصلة، بدلو كلشي، والخارج عطانا هو 100. دونك نديرو مثلا ليميت، اوكي، نقدرو نرجعو مثلا بحال هادي فالو، مبقاوش غادي يرجعو، نبدلو عاوتاني ماشي مشكل. دونك غنجي نكليكي هنايا، كنمشي للسولفور، طبيعة الحال ندير مثلا ماكس هنايا، هادو هما اللي بغيناهم يتبدلو. شحال هي لا فالور اللي بغينا؟ نردو مثلا 85، كندير غيزوطخ. هنا طبيعة الحال وقع شي مشكل، كي درت الماكسيموم بلاتي نعاود نبدل. دونك شنو الفرق بين، حيت كاين لي كيسيون دو كور اللي كتعطى، الفرق بين سولفور و فالور و فالور سيبل، كو فالور سيبل كتشونجي حاجة وحدة. هانتوما نعاودها، 10 12 17 22 30 45، نفس هاد لي فالور غادي نعاود ناخدهم كونترول سي و نحطهم هنايا كونترول في. دونك هنايا غادي نجيو نديرو الصوم اللي هي فونكسيون ديال المجموع. دونك هادي ما عندنا ما نديرو بها هنا.
دونك اخوان هنايا علاش غنلون كل شيء بالاحمر؟ باش نبين لكم انني ناوي نشونجي كل شيء باش يتشونج هذا الخارج. هنا لا باغي نشونجي غير هذه البلاصه هذه. دونك هنا بغيت تكون 200، فغادي نجي نكليكي هنا، كنمشي عاوتاني للدوني، كنمشي لاناليز دو سيناريو، كنمشي لفالور سيبل. شحال بغيت سيلولا ديفينير؟ طبيعة الحال هي اول حاجه البلاصه اللي بغيت تبدل، شحال بغيت يكون فيها؟ بغيت يكون فيها 200. شكون هي في هادو اللي بغيت يتبدل باش تكون 200؟ غنقول ليه هادي، كندير اوكي، هاي تبدلات. دابا انا بغيت تكون هنا 200، ولكن بغيت هادشي كله يتبدل. الحل هو سولفر، كليكيو نمشيو لسولفر. البلاصه اللي بغينا تبدل شكون هي؟ هي هادي. شحال بغينا تكون فيها؟ 200. شو طبعا نديرو فالور. البلايص اللي بغينا يتبدلو كتجي كتسيليكسيوني على هادشي، كنديرو ريزودر، هاي تبدلات وكتبدل داكشي بالفاصيلة. سيبو لاحظو هنا كانت 10، هنا ولات 20، هنا 12، 22، هنا 17، 27، داكشي كتبدل الارياتوار، فهمتو؟ ماشي شي حاجة. دونك هنا نديرو مثلا غيطابليغ لي فالور دوغيجين، يعني نرجع لداكشي الاصلي. مارج. دونك هادشي اللي كان بالنسبة لهاد لا فيديو، ما نطولش عليكم حتى الكاتخيام فيديو ان شاء الله، ونخدموا على حوايج اخرين اللي كتسموا سو توتال مثلا، كيديروا طبيعه الحال في الفاكتور، كيديروا في الحسابات، ونحاولوا نخدموا عاوتاني على بعض لي زيلمون كاينين هنا في دونو. ديك الساعه ندوزو ان شاء الله لي زيكزيرسيس اللي كيكونوا عباره على كيو سي اي، ونخدموا دي فونكسيون جداد. السلام عليكم.